فأبدأ بما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان ما بين آدم عليه السلام وسيدنا نوح عليه السلام 10 قرون، يعني المسافة الزمنية 10 قرون كلهم على التوحيد، ما كان في شرك بالله عز وجل، كانت توجد معاصي ولكن ما كان في اعتقادات باطلة. فنشأ الشرك بالله عز وجل أو ما بدأ في قوم نوح عليه السلام. بدأ كيف؟ بدأ في الأول، جاءهم الشيطان حينما مات الصالحون، 5 رجال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، 5 رجال صالحين قبضهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم أصابهم الحزن من وفاة هؤلاء الصالحين. طبعا الصالح والإمام العالم لمن يموت أزول بيحزن. جاءهم الشيطان وقال لهم: أنصبوا في أنديتكم صورا. طبعا الصور دي سبب الشرك بالله عز وجل. قال لهم: حتى تعبدوا الله كما كان أولئك يعبدون الله. قال لهم: لما تعينوا لصورة ود وسواع الصالح تذكروا عبادة هؤلاء الناس لله فتعبدوا الله كما كان أولئك يعبدون الله. دي المرحلة الأولى. المرحلة البعدة لما انقرض هذا الجيل، جاء جيل آخر من هؤلاء القوم، جاء الشيطان بفتوى جديدة، قال لهم: انتوا وسخانين وشيوخكم ديرك نضاف، وانتوا الله يقبلكم إلا دخلتوا بينكم وبين الله شنو؟ واسطة. قالوا: والله فعلا الكلام ده ما كلام كده، كلام جميل مقبول كده لزول ما بيفهم، زول علمه قليل. قالوا: فعلا والله شيوخنا ذلك ناس علماء كبار، عشان كده تلقى واحد الان يقول لك: نحن مين قمنا تجانية؟ مين قمنا كباشية؟ يقول لك كده. دل بعد ذاك قاموا عبدوا شنو؟ عبدوا هؤلاء الصالحين. ده في قوم سيدنا نوح عليه السلام. ربنا رسل نوح عليه السلام 950 سنة عند هؤلاء القوم عشان يغير الناس ذيل من اعتقادهم في هؤلاء الصالحين إلى شنو؟ إلى الاعتقاد في الله عز وجل، إنه ما يسأل هؤلاء القوم. 950 سنة لغاية ما ربنا جاب عليهم الطوفان. نشأ الشرك في الجزيرة العربية لأن العرب كانوا على دين إبراهيم. بعد ذلك نشأ الشرك بالله عز وجل، جاء واحد اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي، ده جاء الشيطان أو حلو، قال له: يا أخي في أصنام تمش تنكتها، ما جابها من الطائف، جاب خطاء وأغنى عن الناس ديل بمرور الزمن لغاية ما بقى في كل بيت واحد من أهالي قريش صنم يعبد من دون الله عز وجل. الأصنام دي شنو؟ واحد اسمه اللات، اللات ده كان يلد، كان بيأكل الناس، ودائما الناس جبلوا على حب من ينفق، الزول عنده قروش الناس بيحبوه وإن كان تارك صلاة. انت ما شايف الجماعة لما يجي زول في بيت البكا، يجي زول مفلس وعقيدته كويسة، زول بيقوم له ما في، يجي واحد تاني ما بيصلي نهائي وقد يكون بيعتقد في القبور، الصيوان جد يقوم على حلو. عرفت كيف؟ الناس جبلوا، ده كان بياكل الناس، بيجيب لهم سمن وعسل بيخلطوا لهم وبياكلهم. لما مات عملوا صنم اسمه اللات، ده زول عشان ما يجي صوفي يقول لك ده الاصنام دي على الشرك عباده الاصنام. عرفت كيف؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. بعل رجل في التفسير أو امرأة. قال لهم: تنادوا بعل وتخلوا الله.
ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، فمكث في هؤلاء القوم 23 سنة دعاهم إلى التوحيد الخالص وأنهاهم عن الشرك وعلمهم الشريعة الإسلامية إلى آخر أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. كان يحذر من الشرك بالله عز وجل ومن القبور. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. بعد ما انتشر التوحيد في العالم نشروا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما في نبي ثاني بيجي، لكن بيجي دعاة للتوحيد. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا بعد الأنبياء بيجيب الدعاة والأئمة، يأتي مجددين يحيوا للناس التوحيد ويقمعوا الشرك ويحيوا السنة ويميتوا البدعة. جاء بما يعرف بشنو؟ بيعرف بالصوفية، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إن واحد اسمه عبد الواحد بن زيد قال لبس جبة من صوف، قال ثم تبيعه آخر ثم تبيعه آخر، جبة بتاع الصوف سماهم صوفية نسبة للباس الصوف. ما يغشك البرعي زي ما جابوه في برنامج مشوار المساء، سألوه قال له الصوفية يعني شنو؟ قالوا دي معناها شنو؟ ما هو ذاك أكبر راس في الصوفية في السودان تحديدا. قالوا من الصف، وقالوا هم شنو؟ أهل الصفاء، وكله غلط. إنما النسبة إلى الصوف، صوف صوفي. جاء الصوفية ديل بنوا القباب وبنوا الأضرحة وعملوا المشاهد وعملوا البيانات وابتدعوا في دين الله عز وجل. عشان كده من قبل شيخنا آدم جزاه الله خير كان بيقول لك الصوفية ليس لهم علاقة شنو؟ بالكتاب والسنة. الكلام ده حق. أنا في دقائق معدودة بديك مقارنة. في الإسلام ما في حاجة اسمها صوفية إطلاقا، ما في حاجة اسمها طرق. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الطرق والجماعات والأحزاب دي ما بتجوز الشريعة الإسلامية. كون الإنسان ينشئ جماعة أو ينشئ حزب أو ينشئ طريقة ده حرام في الدين. وذكرنا أنه التصوف نشأ كما قال شيخ الإسلام واحد اسمه عبد الواحد بن زيد، ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه صوفية إطلاقا، ما في لا في صورة اسمها صوفية ولا في صحابي كان صوفي ولا ربنا في القرآن ولا في السنة قال لكم صوفية، ما في كلام زي إطلاقا ما في. والكلام ده متحدث بأي صوفي في الدنيا دي، ما في شيء في الدين اسمه صوفية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان ما يجي واحد يغشك يقول لك التصوف هو الدعوة للأخلاق والتصوف هو الدعوة للتربية ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار. الناس ما عندهم علاقة بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الناس الزول بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بيتابعه في كل صغيرة وكبيرة. الصوفية دينهم كله قائم على البدع. المولد ده بدعة، في الدين ما في حاجة اسمها مولد، كويس؟ بدع كثيرة جدا. النوبة والكشاكيش دي من البدع، كويس؟ المعرفة صيام الرجبية إلى آخر، دينهم كله قائم على البدع والخرافات وتقل الشعوذة. عندنا في الشريعة الإسلامية الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، ده في الدين. انت عاين الدين وعاين الصوفية. في الدين البرعي يقول لك في الصوفية البرعي يقول لك الشيخ يعلم الغيب، قال قوماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور منهم خفي الحال، من الأولياء يعني، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. البرعي بيعتقد انه الاولياء يعلمون الغيب مع الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى في القران يقول شنو؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايان يبعثون.
اللي بيعلم الغيب الله براه جل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدعي يا صوفي أنك تحبه وأنت لا تحب إلا شيخك، ده اللي بيحبه البرعي والصائم دين وغيره، لكن لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيعمل نوبة زي الشيخ، بيلبس طاقية زي الشيخ، كويس؟ سبحته زي الشيخ، الذكر بتاعه جابه له الشيخ، ما في الدين كلام زي ده. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولوا كلام زي ده. كما ذكرنا لمحة عن تاريخ الشرك في هذه الدنيا مما حصل في قوم نوح عليه السلام وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأ التصوف ومتى دخل التصوف في السودان، لأنه الآن الصوفية يكذبون على الناس بقولهم أنهم أدخلوا الإسلام في السودان، وهذه مسألة لابد الإنسان أن ينتبه لها. إن التصوف ده منهج قائم بذاته، أو إن صحة العبارة الصحيح أنه يقال فكر، ما منهج، فكر دخيل على المسلمين. فلذلك وجب على الدعاة وعلى المسلمين أن ينكروا هذا الفكر الدخيل. وكثير من الناس يعني نشأ في منطقة قائمة على التصوف فظن أن التصوف هو الإسلام، لأنه بيغشوه، يجي البرعي في التلفزيون والإزارق وغيره وحامد بابكر إلى آخر من طواغيت الصوفية، يقول له إحنا جبنا الإسلام في السودان. الإسلام دخل السودان في 31 هجرية، أما التصوف دخل سنة 900. شوف الفرق، الفرق في المسافة، سنة 900 وده سنة كم؟ سنة 31 الإسلام، 900 التصوف أو يزيد، كويس؟ جاء واحد اسمه تاج الدين البخاري، ده من بغداد، جاء من هناك، جاء السودان، جاب الطريقة شنو؟ القادرية. بعد ذاك انتشر، جو الختمية وجو التجانية إلى آخر، جو كده. الطرق بتنشأ كيف؟ الطريقة بتنشأ الشيخ ينوم، ينوم ويصحى يقول لك جاني سيد الوجود يغض في المنام وقال لي أعمل الصلاة النورانية أو أعمل الطريق زي ما قالوا الختمية، وكمان عندها فضائل إنه يراك في النوم، والزول اللي بيشوف الشيخ بيخش الجنة، واللي بيشوف الشيخ يخش الجنة، واللي بيشوف الشاف الشيخ كلهم دول بيخشوا الجنة بالجملة. عرفت كيف؟ حتى واحد من الصوفية قال لهم أنا بخش الجنة وبخط لكم عصايتي، قال مو العصاية كده من الجنة، الجماعة يطلعوا في العصاية، قال بخد دخل العصاية جوا الجنة بخرطة صوفية، بخرطهم كده تشت برميهم جوا. واحد تاني قال بفرشة المخلاية، بفرشة كده قال بتلبوا فيها، قال بينفضهم جوا. شفت كيف؟ لعب عجيب جدا جدا عند الصوفية. فالتصوف ليس هو الإسلام، ما عنده أي علاقة بالكتاب ولا بالسنة. ونحن لما جينا الآن تارين الصوفية ديل يرجعوا من هذا المنهج ويتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتركوا هذه الخرافات والدجل والشعوذة. الصوفية قائمة، المنهج الفكر الصوفي قائم على دعوة على الإشراك بالله عز وجل. البرعي بيقول في هذا الكتاب القدامي ده رياض الجنة ونور الدجنة، قال إن ناب خطب في البلاد نزيل الخطب، يعني المصيبة الكبيرة، قال لو جاءت مصيبة كبيرة في البلد تعمل شنو؟
قال قل يا ولي الله إسماعيل، قال تقوم تنده تكارك يعني تنده تسأل تقول يا إسماعيل يا إسماعيل ألحقنا وأفزعنا، وده شرك بالله عز وجل. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شرك بالله عز وجل. يدعوك للصوفية، وكل القصائد بتاع الصوفية قائم على شنو؟ قائم على الشرك بالله عز وجل. قالوا الناس غشوا المسلمين، غشوهم بانه دي دعوة لشنو؟ لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ده مدح. ويقول لك هؤلاء ينكرون مدح النبي عليه الصلاة والسلام، الصوفية. المديح ده جائز في الشريعة يا اخواننا، كون زول يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ده جائز. لكن لما تجيب قصيدة فيها شرك بالله عز وجل كده بقت حرام. ومعظم قصائد الصوفية يا إما فيها الشرك يا إما فيها بدع يا إما فيها كلام مخالف لشنو؟ للشريعة الإسلامية. زي ما بقول الآن، قال قم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيدوا البي. كويس معاك؟ رجال الله قال شنو؟ اللي بيزيدوا البي ومصر المؤمنة بأهل الله. ما سمعت أنت؟ قال مصر مؤمنة يعني محروسة. الحارسة الله قالوا لا، بأهل الله اللي هم ناس شعوانة والسيدة نفيستي ورابعة العدوية. كويس؟ قال ديل المؤمنين مصر الميتين في الغور جوا. فهمت كيف؟ اللي بيأمن الكون والله سبحانه وتعالى. فأنت لما تقرأ كتب الصوفية، ودي كتبهم مؤلفينها برام، ما افترينا عليهم الكذب، كتبوها بأيديهم، سطرتها أقلامهم، كتب والله ما افترينا عليهم الكذب، دي كتبهم كتبوها بأيديهم برام. البرع بيقعد بألف، مش قالوا شاعر؟ ده الشعر بتاعه. فبيقوم بيجيبوا لك يحشوا لك هذه القصائد بالشركيات، يأصلوا لك انه المديح جائز، بعد ذاك يحشوا عليك بشنو؟ بالشركيات بالله عز وجل، زي ما بتسمع الان في هذه القصائد. عرفت كيف؟ دي من الوسائل بتاعتهم اللي فيها العقائد الباطله. تعال الاسلام، ربنا بيقول لك في النبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. البرع بيقول لك اسال الشيخ. في التلت ناديهم قوم وصيح لهم وارمي الحمال عليهم وابقى منهم وفيهم، يعني تقوى صوفي. الطريقه ما تخليها، الطريقه امسك فيها. تقوى صوفي يعني. وما بجوز الانسان يقوى شنو؟ يقوى صوفي. عرفت كيف؟ لانه بيربوك تربيه منحرفه، اول ما تجي بيربوك انك تكون شنو؟ زي ما قال هنا في الكتاب ده، قصيره اسمها للطريق. قال سلم لقومك ثم كن عبدا لهم، قال واخشاهم كخشيه ضيغمي. تسلم للشيخ، اي كلام يقوله الشيخ خلاص. كويس معك؟ لقيت الشيخ بيعمل في اي حاجه ما تناقشه. كويس؟ اصروا الكلام ده. عشان كده لما جيت اتكلم قبل شيخنا ادم يتكلم، في ناس كانوا مستغربين يعني، كيف يعني؟ التصوف ليس له علاقه بالاسلام، والتصوف هو حرب للاسلام. الكلام ده حق، ده منهج دخيل يا اخواننا، منهج دخيل على الاسلام. ديل لوثوا الشريعه الاسلاميه ولوثوا العقيده الاسلاميه الصحيحه. كويس معك؟ اذا كان جاي زول بيجي بيقول له خلي الله امسك في الشيخ، خلي الله امسك في الشيخ، الشيخ يعلم الغيب مع الله. شفت كيف؟ لغايه ما وصلوا مرحله الصوفيه الان الشيخ بينشروها انه الشيخ ذاته الله، وانه اي حاجه في الكون هي الله، زي ما قال الحلاج. قال وما الكلب والخنزير الا الهنا، وما الله الا راهب شنو؟ في كنيسه. والكلام ده بيعتقده واحد اسمه الركيني، ده في ابو ادم طريق الركينيه. مقطع مسجل صوره وصوت بيشرح في الكلام ده. الكلب الله، انت تتخيل معايا الكلام ده؟
الكلب الله، الخنزير الله، كويس معاك؟ ده عقيدة صوفية، ده عقيدته، عرفت كيف؟ فده كلام موجود. أي زول عنده رأي بيقول الكلام ده ما قاله، أنا عارفك أنت ما بتقدر تناقش. قول لي شيخك اللابد، الشيخ بتاعك اللابد جوا، كويس معاك؟ جيب شيخك نناقشه لك. أنت ما بتقدر تناقش، أنت ما زول مباري ساكت. في ناس بيمشوا ياكلوا الفتة، يضرب الفتة واللجيمات يجي في المولد، يخش ياكل زلابية واللجيمات يجي مارق، يقول لك دي أحسن طريقة. يقول لك أنت قول دي أحسن زلابية، لكن ما تقول أحسن طريقة، لأنه ما في طرق في شنو؟ في الشريعة الإسلامية. فدل عقائدهم مبنية على الشرك بالله عز وجل وعلى الدجل والشعوذة والخرافات. زول يعتقد أنه الشيخ يعلم الغيب والشيخ يهب الذرية مع الله عز وجل، دي موجودة من خرافات كتب البرعي. قال مرة اشتكت على الخدمة، ده البرعي يقول كده. مرة قالت لزوجها دار لي خادم، قال لا سمح، قال شار الفرار ومشى الخلا، قطع عليه وشدره، قدر الإنسان كده. قال لفا بعد ذلك، شوف الكتبة وين. قال فبدأ يذكر الله بهمة عالية، بعد ذلك بيجا كورك، قال يا بخيتة، سماها طوالي بخيتة، يا بخيتة يا بخيتة، قالت له نعم سيدي، شدره اتقلبت بيت وقالت له نعم سيدي، قال شدره ودها البيت. يقول لك هذه كرامات، شوفوا كله بتاع شواطين، بتاع دجل وبتاع شعوذة. فالتصوف ده من اكبر المدارس اللي بتعلم السحر، السحر والدجل، الصوفيه دي. لكن الزول ما بيجي بيقول لك انا ساحر، ولا بيقول لك انا دجال، بيجي بيقول لك انا عندي خلوه، كويس؟ بيقول لك انا عندي خلوه وقاعد احفظ القران. القران اللي بيحفظه الصوفيه ده تغطيه، ده كفر ساقط تغطيه، لانه جوا هناك عندهم اوض، عندهم غرف جوا، عندهم برندات بتكون قاعد في الحوش، لكن جوا في شغل ثاني، في ناس بيكتبوا حجبات، محايات، شغالين جوا، دقل وشعوذه. تمجى الصابونابي هناك وغيرها من المناطق، سحر وكتابات وكلام كثير جدا ذكرنا في كتبهم. زي ما قالوا الخاتميه، قال يكتب لمن به حمى، قال تكتب، عندهم حجاب تكتبه، الزول عنده حمى تكتب له الكلام ده، مكتوب كده اسامي بتاعت شواطين، شكش، شكموش، راعي الملخ، ابو نوخ، العجل، الساعه، ده قال تكتبه، زول عنده حمى تكتب له الكلام ده، الحمى تروح. قال ده بيجيب الحمى ذاته، ده بيجيب شنو؟ بيجيب الحمى، عرفت كيف؟ ده هو التصوف يا اخواننا، ما عنده علاقه بالكتاب ولا بالسنه ولا عنده علاقه بالاسلام، عرفت كيف؟ بل النبي عليه الصلاه والسلام انما جاء لكي يحارب مثل هذا النوع من الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل من اكبر او من اعظم الجرائم، ما في جريمه في الكون اعظم من الشرك بالله عز وجل الذي يدعو اليه البرعي واتباع البرعي. الشرك بالله عز وجل ده من اعظم الجرائم. انت لو مشيت لله باي معصيه انت تحت المشيئه. ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لما دون ذلك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي معصيه دون الشرك بالله عز وجل ربنا بيغفرها، عشان كده العلماء هنا قاموا علقوا. شيخ العثيمين رحمه الله قال ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يغفر باقي الذنوب اما الشرك بالله عز وجل ما يغفره؟ اذا مات عليه الانسان، اذا مات عليه شنو؟ الانسان، اما الانسان اذا تاب من هذه الشركيات ربنا يغفر له. ان الله يغفر الذنوب جميعا. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال الزول اذا زنى قد يكون في شهوه في الزنا، ربنا ركب فيك شهوات، اذا ممكن تصريف وتصريف صحيح تتزوج، او تصريف وتصريف ممنوع، عرفت كيف؟ السرقه زول عنده شهوه دارك بغني، دارك يمشي فوق يحتال على الناس، يسرق، ينهب، دار يطلع فوق، كويس؟ عنده شهوه. لكن الشرك بالله عز وجل ما عنده شهوه. في زول عنده شهوه يمشي نادي الشيخ يخلي الله الذي خلق السماوات والارض،
يتشابه في الشرك بالله عز وجل. اي صوفي على البرع يقول لك قوم يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي. المشركين كفار قريش، كفار قريش لما تجيهم المصيبه وتجيهم الطامه والشده كانوا بيسالوا الله براه. ربنا قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم شروا يشركون. اذا كان المشرك، المشرك لما نجي في الشده بنادي الله، عرفت كيف؟ بنادي الله براو وحده، لانه ممكن يقول لك انا بنادي الله والشيخ. انا قبل كده صوفي قال لي الكلام ده، قال لي ما قلنا الله اول وجبنا الشيخ، قلت له الله براو ما بيكفيك؟ قال لي ما الله والشيخ الاثنين واحد يعني، عرفت كيف؟ ده الشرك بالله عز وجل. ما بذل عنده شهوة انه يشرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ان يشرك بالله عز وجل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت، اي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام ان يشرك بالله عز وجل. ولكن هذا فيه خطاب وفيه تحذير للأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، ربنا حذر من الشرك بالله، فمن باب أولى من هم دونه أن يحذر شنو؟ الإشراك بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دي الدعوة الصوفية، عرفت كيف؟ بل الصوفية بيعتقدوا جابوا عقائد أسوأ من عقائد أبو جهل ذات نفسه. بيعتقدوا إنه الشيخ يخلق، بيخلق عديل مع الله، الشيخ بيخلق مع الله، يعتقدوا هذا الصوفية. دي أبو جهل ما كان بيقولها. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ربنا قال لك ولئن سالتهم من خلق سيقولون الله. عارف الخلق الله، اللي بيدبر الكون الله. ده اللي بيعتقدوا انه الله بيتحكم شنو؟ قال زي الشيخ متحكم في الكون. قال حسن بكم اللي في الكون متحكم، ده الصوفيه. الشيخ يتحكم في الكون. الشيخ يخلق مع الله. ده عنده علاقة بالإسلام يا أخوانا؟ ده عنده علاقة بالإسلام؟ هل في الدين في كلام زي ده؟ إذا كان ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الشيخ يقول لك متحكم في الكون. ده أبو جهل ما كان بيقولها. أبو جهل لو شيخ سألته يا أبو جهل الخالق منه؟ بيقول لك الله. المالك منه؟ بيقول لك الله. المدبر منه؟ بيقول لك الله. طيب مشكلتك شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم. ده كلام المشركين، كلام واضح. ذلك كانوا واضحين لانه ذلك كانوا عرب اقحاح فيهم الكلام، فيهم الكلام. قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء شنو؟ عجاب. عرفت كيف؟ ده ربنا قال والذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم. عديل كده قال نحن الناس بنعبدهم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله شنو؟ زلفى. دي المشكلة، الكلام اللي قلت لك أول قبيل. سبب عشان كده تلقى سبب الشرك من زمان شنو؟ هو الاعتقاد في الصالحين. من قوم نوح عليه السلام؟ قالوا احنا وسخانين ودين نضاف. وطبعا ده كذب على الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ما قال لك ده تسعة تقوم شنو؟ تحط لك زول في النص. مو قال لك الله محتاج لواسطة؟ ما محتاج. عرفت كيف؟ المشرك ذاته إذا سأل الله في حالات زي ما ذكرت لك قبل شوية الله بيستجيب له. لكن الله ما بيقبل له عمل اطلاقا، ما بيقبل له عمل. عشان كده الان احنا اخواننا مشكلتنا مع الصوفيه الان بيقولوا كلام ابو جهل ما قاله. فدال شيوخ الطرق الصوفيه محتاجين اول حاجه، محتاجين في الاول كويس، محتاجين في الاول الشيوخ بتاعنا الطرق ديل نجيب ونجرهم جاي، نجرهم 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 لغايه ما نوصلوا مرحله شنو؟ ابو جهل يجروا كده يصل شنو؟ يصل مرحله ابو جهل.
لانه البرع بيقول الشيخ بيخرج مع الله زي ما قال مع وضع علي المكروم وتت الفلات القلب العود شنو مفهوم. عشان كده ابو جهل في هذه المساله اقرب الى الاسلام من البرع. فهمت الحاصل؟ اقرب الى الاسلام من البرع. بعدك حتى نسال المرحله دي نجي نجيب لك الكلام ده. وفي صوفيه مش ابعد من ده زي ما قلت لك، زي ما ذكر ابن تيميه انه النازل بيعتقدوا انه اي حاجه في الكون هي الله. اي حاجه في الكون هي الله. زي ما قال وما الكلب والخنزير الا الهنا. يا واحد يقول لك مشكلتكم معانا في السبحه؟ لا انا ما بسبحه برا. انت لو مشكلتك في السبحه ما اتحلت، ما السبحه وما النوبه برا. مشكله اكبر من كده. لا لا احنا مشكله، عشان كده الدعاة الزور الدار الناس الصوفيه تبتدئ الكلام ده في الاول. لأنه جيت عامل لك مقارنات انه التصوف عنده علاقه مع اي ضلال. الشيعه عندهم علاقه تربطهم معهم. كويس؟ النصرانيه، اليهوديه، الوثنيه كلها عندها علاقه بشنو؟ بالتصوف. كلهم قلوبهم واحده، المنهج واحد في اشياء كثيره جدا. عرفت كيف؟ عشان كده الداعي لابد يبدا اول حاجه يتكلم عن شنو؟ يوريهم دي المشكله الاساسيه انه الناس اللي بيقولوا الكلام ده. عرفت كيف؟ ابن تيميه جاب كلام انه واحد بيعتقد انه اي حاجه في الكون هي الله. ماشيين في الشارع ده حلولي معاه تلميذه زيه برضه. كويس؟ لقى له فطيسه في الشارع. فطيسه في الشارع، قال له ده شنو ده؟ قال له ده الله، لانه بيقولوا كده. كويس معاك؟ بيقولوا كده. قال يوم داري يفتيه، قال له لقد حذبني الغائط، قال له جاني الغائط داري امشي اخش الحمام. اقضي الحاجه. انت قلت اي شيء الله، الواطا الله، السماء الله، الكلب الله، اي شيء الله. الغايه ده انا اوديه وين؟ ده ما فتوى، ده رفتيه يعني. ده قام قال له وما هو الا هو. الغايه ده ذاته الله. فهمت؟ دي هذه الصوفيه. عرفت كيف؟ ما انت ما عارفه، لانه قالوا لك انه الصوفيه محبه النبي صلى الله عليه وسلم، كذابين. الصوفيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مديحهم كله غلط. الصوفيه الاخلاق، ما عندها علاقه بالاخلاق. البرعي في الكتاب ده بيقول شنو؟ قال ويجدون عندهم لمس الاجنبيه كذات المحرم. هذه ما قلت ادب. قال الشيخ يصافح المراه عادي جدا جدا. انت تجي تصافح المراه يقول لك لا لا انت لسه ما وصلت. الشيخ ده طبعا فوق. الرقاوه منو يقول لك الله؟ ما رقاوه الله، رقاوه الشيخ. يقول لك ده بيقى مقدم. ليه وما في؟ يقول لك ده مقدم. كويس؟ رقاوه الشيخ، ما رقاوه الله. ده مقدم وده ما عارف مريدين. كويس معاك الى اخر. ده ضلال يا اخوانا. النبي عليه الصلاه والسلام انظف قلب في الكون. محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء. في البيعه النساء كان يبايع الرجال مصافحه. لما جوني النساء صحابيات يبايعوا قال اني لا اصافح النساء وقولي لامراه كقولي شنو؟ لمئة امراه. والاحاديث كثيره في تحريم المصافحه. ده يجي يقول لك شنو؟ قال المصافح عندهم جائزه، وده من الفساد ومن الضلال. من الكرامات اللي جابوها الصوفيه في كتبهم انه الشيخ يزني. يزني والزنا كرامه. شفت كيف؟ زنا عديل. الحوار قبض الشيخ بيزني بمرأة. عشان كده من المحل ده انا اياك تودي مرتك للشيخ. اوعى انت كان اسمك انت كان بقيت دار تمشي جهنم دار تقبض دايوس، انا مش ودي مرتك للشيخ. إن لقى المرأة سمحة بيقول لها خلاها مع أم الفقراء. داير عزيمة ثقيلة. لما نجيب لك شنو؟ ها؟ منفوخة زي ما قال. شفت كيف؟ أنت الكلام ده بتقوله كذب. أنا الكلام ده حتى بأي زول هم عارفين الكلام ده. موجود في كتبنا الكلام ده. قال لما الحوار البليد عرفت كيف؟ الحوار البليد زي الشيخ بيزدم المرأة. زينة عديل. قال الشيخ منتظر الحوار ده يتخرج يشيل عفاش ويفوت. شيخك لقيته قاعد يزني بترجعه ثاني؟ كويس معك؟ لقى الشيخ بيزني. الحوار قاعد ثلاثة يوم ماسك الاوراد. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قاعد قال لي يا زول لقد رايتني فسخت بتلك المرأة. دي مكتوبة كأنه بقول ده كله مكتوب في الكتاب. فسخت بتلك المرأة وانت لسه قاعد؟ كويس معاك؟ قال له لقد تبعتك انك رجل عالم بالطريق. طريق الشيطان طبعا. كويس؟ عالم بالطريق.
قال له فعلا لما لقى لك درويش بليد قال له فعلا انا نظرت في اللوح المحفوظ قال له ان حازني ببيت فلان بيت فلان في شنو شهر 11 11 11 يعني كده كمثال يعني. فانا قبل ما اليوم يجي قمت مشيت فتشت عزنيت بها وهذه هي الكرامه. شفت كيف؟ انا اصلا قال حازني حازني قال شفت كيف؟ قال قاعد معه دي كرامه زنا عديل قال دي كرامه من الكرامات وكلام كثير جدا جدا احنا بس هنا في نسوان قاعدين ما دارين نقوله لكن لو في اي صوفي دار يناقش دار نازل بيجيبوا لك كله بنجيبوا لك شفته زي ما كتبته وراك الكتاب ده كتبته انا كتبه منه كتبه ابوك الشيخ تشيد حيلك تربط قاشك تمام اي كلام انت قلته تقبل قدره لانه ما بنخليك تقال البلد مطلوب ولا شنو؟ قال البلد دي مطلوبه ساكت في ناس ما بخلوك دعاة التوحيد ما بيخلوك والله يكسر لك راسك ده بالايات والاحاديث عرفت كيف؟ فده منهج باطل يا اخواننا منهج باطل منحرف يودي زول جهنم طوالي لانه زول بيشرك بالله ربنا بيدخله الجنه بيدخله النار ما يبرق منها ثاني انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار اي المشركين عرفت كيف؟ فالكلام كثير جدا حول التصوف لكن تعلم انه الصوفيه ليس لها علاقه بالكتاب والسنه انه التصوف ده دين قائم بذاته هذه الصوفيه انما هي مله قائمه بذاتها ومنهج قائم بذاته ليس له علاقه بكتاب الله ولا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وانا ان شاء الله تبارك وتعالى اقدم الاخ الاستاذ شهاب عوض ان شاء الله يواصل ويفصل في من قطع من حديث ذلك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.